بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما بعد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا رحمة هاتي ما تبحي دلو وذاق يا أرن آدي أدو عجيبة وقصة كوبا نبي عليه الصلاة والسلام يا إنه الشيكي نبي وحو يري حديث وحو كيري إيو دعوة دعا داس ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام كدارت رسولك عليه الصلاة والسلام بحير والذي نفسي بيده عن إلهي برسولك كدارني عليه الصلاة والسلام الله قعنتي سأي نفتي ذو كجرته دعاء تنقفك كد عيسته إلهي سبحانه وتعالى دباتكست وكعبني إلهي وكدب وليا دعاء كسر وكدعاء ما أحد دعوين قال وقصينك عجيب كأن ما أنت دريست لما أنت خير كسي قد بي هانتي رسولك عليه الصلاة والسلام دعاء وكل أرتي وحسها للماء صوت أرتي رسولك عليه الصلاة والسلام ما إن وصلنا شيئين بع ما إن لقشك قبم يا لأنه هو صادق المصدوق نبي عليه الصلاة والسلام وأله الرب نبي عليه الصلاة والسلام يعني صادق المصدوق ويا إلهي بقرآن كيسوحه كل إياه إلهي بقرآن كيسوحه كل إياه النبي عليه الصلاة والسلام وحقه هضلا وحي أمبو نغضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن صوت النبي عليه الصلاة والسلام دعاة أقدارتي قفك إلهي سبحانه وتعالى وحكوه يديسة إن أكأجيب ودعاة عظمة ذي دعاة وينات إلا يضح بالنبي أطخيني عن إله سبحانه وتعالى مركه قارود ارتنو دارت صومه سيده لا تجد النبي عليه الصلاه والسلام حلي والذي نفسي بيده الله غعنتي سنفتيده اي كو جرتان كو دارتي قفكه دعادتن كو دعايسته دباتكست او قفكه هيسته الله وكفيديه سبحان الله لكن دعادتن قصه عجيبه كنت قصه عجيبه لهذا دعاده runhaanti wallahi maanta qof kasto ay dhibaato haysto qof kasto murug ay haysto qof kasto haaj ay ku taagan tahay qof kasto arin ay ku taagan tahay maanta run ahaanti ducadaas faa'iido u tahay faa'iido gaar ah u tahay run ahaanti maanta qofkaasi waa qofka ganiimaystay aniga laftiga ducada waan aqaanay laakin hadda kadib insha Allah ta'ala waxaan doonayaa inaan aadi aad u gudadaan walaalayaalo idana marka ducada dhageysataa walaalihiina kale u sii gudbi جزاكم الله خير قصة أي كتمد وحي أهيد سعد من أبي وقاص والنبي عليه الصلاة والسلام أبتقيها أي مال المالمها كم ذا أي حلق عمر بن خطاب وخليفك أها أي مساجد صوغل يا صوغل سعد من أبي وقاص بصوغل مركز وحو أرك السحابة دي أوفردية إي عثمان بن عفان اسم ملغوني فديه مركز وحو دمعين عثمان وتغو كبعدين او سلامه الله اكبر مرحبا فيري صحابي قاس وعثمان غوني ميل صحابي قاس ايا وحو اركه عثمان غوني ميل فديه او فوراره وعدي عندنا ان لا بهلينين مركز سكوير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عثمان سلامتي كموسى الردن وامس وكعلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا عثمان كمان ردن وامس وياب سعد انت ادب وعروضه يعني صحابه اكتو ذا سلام الا اسكن ردن ويا شيء غريب اي صحابه اكتو ذا كايت شيء يعني انفضضين شيء ادق بكاهي لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو كتر بيدي إن سلامة اللفافيو إن وحويان يعني سلامة شيء عظيم الله قد يكتو أفشو السلامة بينكم والنبي عليه الصلاة والسلام حياله وقتري أيا كم إذا هذا الصحابة حلق عهد النبي صلاة أهد بواتك مركا أردت أهد بوقع عرض عثمان سعد مركا وحو تغي عمر بن خطاب ورخ خليفكي ومضى مسلمين تاها عمر أيوه أتقي دق سوى عرري وحوير عمر
مدينتي با وح لقى نسقامي ما قرن كرو دينتي وح كم إذا ميا لقى شري مركزوير مؤجي ما شرتو مركزوير ما توحان أتغي عثمان بان أتغي يسوق مساجد كده فردية مركزا وحان كويري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجا موسى توابع إيجا موسى ردد وأكو علي إيجا موسى ردد ما قرن كرو مركز وحان كسمائي صوت إيجا ردد واي ما قرن عثمان عمر بن الخطاب حير عثمان هلا يويا عثمان هلا يويا عثمان بقى يمد عمر بن الخطاب وخليفه مضى مسلم أميركا مركز أوحو كيري يا عثمان محمد تقول دعي سعد بقى يجاك هالصوع عوضي سعد وحو يروح نوي عثمان ومال فردية مساجد كيف فردية وان سلامي إيه موسى الردين ما حد عي ما حكوا كل فل صحابي جي وحويري ما قرن قرينه السلامي ما بان يمسلا من سعد يمسلا من بوير سعد ها يمسلا من مركز سوري كول باي سوكر مركز سعد يمسلا من بويري مركز وحو كويري ووكو سلامي إيه ما حصل أنت وقادم سوري بلان حسوست ذاك ردي سيبو دبو علي ذاك ردي سيبو دبو علي بلان حسوست مركزا وحو يري رن ها 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 وي سلام وي سلام حتى نصو حسوست وي سلام لكن اميركي ومدو والله دبات آدو وين باقي حيستي مركا وي سلامي حالت دا وي سلامي دبات آدو وين باقي حيستي فكر وفكري الرمان كفكري قبيقي قبوان مقنع مركا سعد وحكور إقرر هاو سلامت هذا حدا حصوصت لكن سي والله أرنما وحوية بضانا يقول تاغنا ديون يقول تاغنا لباتوين بضان بان كف كري لأجل ذلك قف السلامة يقف كلميان بك الأقالة مركا إقرر له مركا ساو حكور يري عثمان عمر با وحكور لباتوين كهي ستي محايا حي وحكور لباتوين كهي ستي وحي ديون لا يقولها يوح بضان يقول صفر أبا حصلي لكن ستاو حابا كسي درن أو أن كسي مرقيسنا مال المال مها كم ذا حلق النبي عليه الصلاة والسلام حلق النبي صحابه فرصة ذهبية أي واحد هذا الله صعب فرصة ذهبية النبي عليه الصلاة والسلام مختقي أونو لا إلا حتى مركو النبي قد انتي ميسان رميسان ويابين نبي الله إذا خد انتي سبحان الله إذن مركا وقت حاضر كي سحاوذ التاغيين يو وقت النبي فرق وين بقى أكل الدحي سوري كولول باي سوق لي هاي سوق انت عن كولك انت عن لايف كوتشل هاي سوق عنا بس سعجي وقت شكينا إياه مركا حلق النبي عليه الصلاة والسلام وح كستوي ويدين شلي لكن هدا وحي أي قرن وأيان عيد أي ويديان ما قرن أيان وحن كم رقيسنا هاي بوير عمرو عهدق النبي عليه الصلاة والسلام مال المال مها كم إذا إنكم النبي قال الله وضف فردية هذا دمات النبي عليه الصلاة والسلام بينه لا فردين مركزان النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري والذي نفسي بيده الله قعنتي سنفتي إذا أي كترتان كدارتي قفك الدعاء تن كدعيسته إلهي سبحانه وتعالى وح الله يدباتك يهمي كسلو هاي سبا إلهي وقد الغاضي إصابة هل كان مرينة هذا الكي أيا نرغي باديا صوق قلع نرغي باديا بقى الباب كسكسو الريحي مركاسو صوق دافي نبي عليه الصلاة والسلام دعادي هل كاسو كتوتشي دعادي هل كاسو كتوتشي موسى سيد لما يسترين دعادي سو حيتهي وحيتهي دعادي فائدة البضان إيه والنبي كل أرتي هل كان سكوتو جيبا كبعدينا قصة ساسي الباب قصة سكوها مركا ما تدبع تنئي هاي ستي وحان إري هدي واقع دعاد ورسولك عليه الصلاة والسلام كل دارتي أمراكو الشيق لها ماتي إلى هدبع تدوى كاتو وقاد لها مركا سا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحوير والله أن مالك وان فردي دعاد اللفتي يقوم مقرنا يا رسولك وحوغتشي يعني هذا الكي هو وضي وكل دارتي دعاء الهي سبحانه قف كزوك اجيب اياه لا كينسي هذا الكي مركو كلا قوي
أم بدو على ما قرأني سعد أيها هل كان كسب بودي سعد وقت قرأنا سان وأني كهدا أنك شكينا جي عثمان بن عفان سلامتك كقائد ومرقد ومرقيسيها أودي سعد بهل كان كسب بودي وحيري لا حول ولا قوة إلا بالله دعاء داس أنا إدين قرأني لأن أنك رسولك أهل بانو أهين مركي وان كذبت تجد حتى في صحابه سبحان الله سيد رسولك وقول حناي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو قولي قيسي آدم أنو قد تغي وانا سوي دي دعاء وحي أحي وانا ها سوي دي دعاء وحي أحي نوشك بير أهل عثمان عثمان وفرحي نوشك والله سبحان الله دعاء داس محي أحي دعاء داس وحي أحي نبي عليه الصلاة والسلام بان أتغي وحن كوير رسولك الله هذا الكيمرك دوت هذا العجيب نود نكر باديها بصوغر يدعى النوش إيشك بكور يعني سعد برسولك مركو أنت قصدك الشكاني مركاس يقول الدعاء له سوى حوية الدعاء أخي الذنون وكد دعاء استي وهي وحن ويان دعاء له سي ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنت بسبة سبحان الله يعني دعاء بلصي ويرتهفير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هل كيف صحابتي كفر حين عثمان عمر به عثمان أرنتي بلا إنه كعل علي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكعل علي وكعل علي وكعل علي وكعل علي إلهي سبحانه وتعالى أقدم بيتي ودي باتدي كذا رفعي وهذا سيده كله نبي يونس عليه السلام مركي النبي يقول لقي ولبنا هبين قد عرائي أحد وبده هو سيد النبي نبي وكتشر وحسك قدر سمي كو قد عركي هبينك قد عركي النبري يقد عركي بضع وصدح شيء ولا سقدر سبحان الله وقد عركي النبري ودعوشي سكتشره وبدو قدره كلوية ومجد كلوية ويهو كتر بدو هوست هذا هي هبينك لفتقيس هبينك سو مجد معسك لفتقيس صدح الاساس كقدر صوما مالك اسوح وكوع لليا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عظمة الدعاء أسدرتين أيان نبرقي كلد اللاعي سبحان الله إلهي بقى فوق سبع سماوات بكم مقلي مركزات دعاس إلهي أبتس سوي جهي نبرق الله وكل النقض سيدنا سيدنا النبي يسكب الدعاء عليه السلام إذن حبايب الكرام أولا دعاء ولا لها كلا إذيك ما أنت فرصة دوات هالش ما أنت وإذا سو جارسي ما أنت وإذا سو جارسي ولا ليه نكلا ما أنت جارسي لباتك استوكو هاي ستة كم ما أنت لباتك وهاي ستة انت اللي بقى تدريمس سحسيا سشخصيا ادو دريمس لا عدد ولا حساب صح قف كست اللي بقى تهيصتا قف كستو افكار واحكف حلق الله علي حلق كستو كان سيستي ان انت كل علسي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مين كل بيسا كم اللي بيسو كاغما باهن ان تراد ان سوقر كاغما باهن ان تراد عود يغ صوتو حد اديغو تاغان بسا كو حفدين كرت حد اديغو تاغ نبي عليه الصلاه والسلام بانا كو دارتي ان دعاده واخ كسو ديباته كسو كعبنيسد والله كاد حجاب الله اكبر ولا ليال ولا الذين كلقاسي دعاده عجيب كقصه عجيب كاهوضته ولا لا حد غدال كسو غلين ديبو دغيستا انتينا كلانا ان شاء الله ولا لينا كلانا السي ولا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انت حسن تعالى استينا دلو وذاغو الى سبحانه وتعالى نحينا وافتشي دباتك كستو ان هيستنا الى هنا الحجاب دباتك كستا ددك فقري كحضنيه ددك حنونه لليتا ددك وحوي مرغتو هيستو ددك اولاد لانتو هيستو ددك وحوي قيس لانتو هيستو انت وحوي مشاكل انت عيد كحرنت هي انت اولاد اي كحرنت هي انت شقلا عانتا انت مروغيسن عيد الله علي عيد كستو مروغيسن الهي سبحانه وتعالى دعاس عظم ظله الهي هكذا رفع الهي هكذا قد القاض انت سو دبا الهي دبات له قد القاض ما انت كم مشاكل لنا هيستا قولك اني كم مشاكل هيستا ددك اني كم مشاكل هيستا
maanta waxa aanu nahay dadka ugu yacni ugu maanta mataqaana maantada waxa la yiraahdaa dadka yacni ugu jilicsan soomaali maanta cidna kama jilicsan qof kasta tiisa haysata tiisu la liitaa idan ducada laazim ducada laazim aynuna u ducayno walaalahay inta dhibaatada haysata inta dhibaatadu ay haysato ilaahay dhibaatada ka dulqaado aamiita dhaa walaalay inta dhibaatadu ay haysato ee dhibaato la liita ee nolosha ku adkaatay ee nolosha nacay ilaahay ha ka dulqaado ilaahay waxba kuma aha ilaahay waxba kuma aha ilaahay agtiisa way ka fududdahay ilaahay agtiisa way ka sahlan tahay ilaahay adduunkani qiimo lama laha ilaahay adduunkani qiimo lama laha inuu adduunkan oo dhan kuu salaxo uu kuu hagaajiyo oo adduun iyo aakhiraba ku waafajiyo ilaahay waxba kuma aha ilaahay waa alla ghaniya qasnadiisu ay buuxaan waa alla adduunkiisa u naxariis badan ilaahay bacd yacni mararka qaar waxaa la dhahaa ilaahay isaga iyo naxariistiisa naxariistiisa qaali badan allahu akbar bal fiiri ilaahay iyo isaga isaga iyo naxariistiisa naxariistiisa ka sarreysa ka baawar culus waa naxariis uu ku naxariisa idan waxaa laga yaabaa inaad quusatid oo wax badan aad istiraahdid wallahi waxba wallahi dhanka yacni rajo ma qabtid hadda ka hor baa sheekh baa qiso ka sheekeeyey sheekh cabdirashaacali suufi buu ahaa nin baa ii yimid buu yiri ninkaasi dhibaatooyin badan buu ka cabanay mashaakil badan buu ii sheegtay wallahi sheekhu noloshii baa igu adkaatay wallahi sidan iyo sidan wallahi madari eesh wallahi kadaa wu kadaa wallahi sidaa iyo sidaas sheekh maxaa sameeya wuxuu yihi war orodo masaajid baynu joognaay halkaa laba rakco ku xiro laba rakco bes ku xiro ilaahayna dhibaatadan aad ii sheegatay ilaahay u sheego bes wallahi sheekh khayr allah ku siiyo jazaaka allahu khayran laakiinse 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 bisracay laakiinse laakiinse war laakiintaadan ha kuu dambayse orod halkaa laba rakac ku xiro wallahi ninkii halkiibuu intuu istaagay isagoo da yaaban oo sheekh arrintan u sheegay ila dadkeenu maba aaminsaninba inuu ilaahay wax inasiin karo maba aamin dhanka ilaahay maba fiirinaba waad aragtay dadkeenu markay soo daalaan oo dhibaato kasta dhan walba buu dhahay sheekhu ii duce khayr allah kusi masaajidka kusoo xaroonaya qur-aan isa saaraya markaas inuu inoo bilaabantaa subxaanallah markay dho albaab kasta garaacno laakiinse maxaa inaga wacan haddaynu albaabka ilaahay garaacno marka ugu horeysa ninkii halkiibuu labadii rakaco ku xidhay wallaahi isla maalinka bacdi ninka wuxuu soo noqday isagoo mashaakilka oo dhan laga rafciyay bal aduu fiirsan xabaayibi wallaahi ma maqli jirtay waxa weeyaan maxaa la dhihi jiray mahmahayo badan baa jirayoo faa'iido kasta oo aada rabtid waxaan ku leeyahay faa'iido kasta oo aada rabtid dhanka ilaahay wax kaaga dhow ma jiro dhanka ilaahay mid baa jirta xataa haddaad dambi badan tahay xataa haddaad dambi badan tahay ma aha inaad ma aha inaad qofka yacni waxay malayeen qofka khayrka badan in bas ducada laga aqbalo ilaahay adduunkana qiimo lama laha mahma aad dambi badan tahay mahma dunuubtaadu ay samaawaadka dhaafeen haddana ilaahay haddaad gacmaha u taagatid ood ku tira ilaahayo dhibaatadan iga dulqa wuu kaa dulqaadi karaa waxbana kuma ah kuuna fiirin maayo dunuubtaada dunuubtaadaas ku fiirin maayo iskuma xirna ducada iyo dunuubta waxa laga yaabaa inaad dadka isqaawiyo tahay waxaa laga yaaba inaad fanaan tahay waxaa laga yaaba in macasidaadu meel kasta gaadhay dadka isku dirtay fooda isku dirtay dadka dhacday iskuma xirna aday ku anfacaysaa inaad ilaahay u toobad celiso aday ku anfacaysaa aakhirada aday ku anfacaysaa laakiin ha isku xirin ilaahay mar kasta gacmahaaga weydiiso mar kasta gacmaha u taago lanna diintu waxyaalaha inooga shekeysa waxaa ka mid a dad inaga dunuub badnaa inaga dunuub badnaa inaga dunuub badnaa inaga dunuub badnaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala qisaskooda adduunka marka laga sheekeeyo waxay samayn jireen aakhire inuu ilahay intuu uba dhaafo naxariistiis dirti intuu ugu dhaafo yara jannada galaba jannadana gala subxaana allah jazaakum allah khayr allah idi barakay walaal intaasaan kusoo gabagabeynaya waan dheereeyay hadalka maan rabin inaan dheereeyo laakiin billaahi calaykum billaahi calaykum ducada intiina gadaal kasoo gashay xagga hore ka daawada ducada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhaartay billaahi calaykum khayrkaana sii gudbiya allaahuma hal ballaqt waa idi soo gaarsiy khayrkaa sii gudbiya walaalayaal maalinta akhra waa laydin weydiinaya maanta walaalkaa oo dhibaataysan adiga waad haniimaysatay ducadii koobneedna waa dhegaysatay walaalkaaga kale dhibaatadu haysato bal kaaba badanba sii gaartay jazaakum allah khayr aad baad umahadsantay